المرسل عبد الرحمن محمد من جدة يقول: أنا مريض بسلس البول، عافانا الله وإياكم، وأتوضأ لكل صلاة، وأحيانا أكون في المسجد الحرام، ولكني أشعر بشيء يخرج مني أعزكم الله، فهل أذهب لأعيد الوضوء؟ علما أن دورات المياه كما تعلمون خارج الحرم وبعيدة عنه، وبها زحام شديد، وربما تفوتني الصلاة وأنا في الدورة، فماذا أفعل؟ وهل إذا فاتتني الصلاة أصليها من جديد؟ وما قولكم في فوت الجماعة لي وأنا جوار المسجد؟ أفتوني جزاكم الله خيرا ونفع بعلمي. إذا كان البول ينزل عليك بصفة دائمة فهذا هو مرض السلس، فعليك أن تتوضأ عندما تريد الصلاة، لا تقدم الوضوء بوقت طويل، وإنما تتوضأ عندما تريد الصلاة، عند الإقامة إذا كنت تذهب للصلاة في المسجد تتوضأ وتذهب إلى المسجد لتحضر الصلاة من أولها، وتضع يعني تستنجي أولا، ثم تضع على ذكرك حافظا يمنع تسرب البول إلى ثيابك وإلى جسمك وإلى المكان، تضع شيئا حافظا، ثم تتوضأ ثم تصلي في الحال، سواء كنت في مكة أو في غيرها. ولو خرج منك البول في أثناء الصلاة فإنه لا يبطل صلاتك، والحمد لله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا توضأت بزمن طويل فإنه لا بد من إعادة الوضوء، لأنك توضأت قبل دخول الوقت وحضور الصلاة بالنسبة لك، لأنك من أصحاب الأعذار، فلا تقدم الوضوء بوقت طويل، وإنما تتوضأ عندما تريد الصلاة أو قبلها بيسير إذا كنت تذهب إلى المسجد. نعم.